الأرض. آه قلبي على ولا دي انفطر، وقلبي ولا دي علي حجر. يا معلق الرباب أمانة أمانة كل مهما كان احنا بشر، ده مهما كان احنا بشر. مهما كان احنا بشر، عانت معاك يا الزمان وترنك العينة دي، يلي مصاحبني في عدم صبري وفي جلدي. عانت معاك يا الزمان وترنك العينة دي، يلي مصاحبني في عدم صبري وفي جلدي. ولا لقيتك فيهم لفتي يا ابوي ولادي، لو ترجموك الأنين يلقوك تقولوا ولادي. ولا لقيتك فيهم لفتي يا ابوي ولادي، لو ترجموك الأنين يلقوك تقولوا ولادي. قدر يا واد قلبي قدر، النار أولها الشرر. يا معلق الرباب أمانة أمانة قول وعذب الوتر، قول وعذب الوتر. ده مهما كان احنا بشر، ده مهما كان احنا بشر. مهما كان احنا بشر. والجمح بيدور يدور ويرجع لقلب الراحة. قدر يا واد قلبي قدر، النار أولها الشرر. يا معلق الرباب أمانة أمانة قول وعذب الوتر، قول مهما كان احنا بشر، ده مهما كان احنا بشر. مهما كان احنا بشر. Thank you.
طور يا محمد، طور يا ابو دياب. قوم روح يا اخوي، من ميت اللي بيروح بيعاود. من صباحية ربنا يا ولد ابوي وانت على القعدة دي. ولدك عند اللي خلقه يا محمد. روح انت يا توحيد، برد عليك. انا قاعد لحد البحر ما يطلع. طور يا ولد ابوي، هتعاند قضى ربنا. طور يا ابو الولاد. الولاد؟ قلت له يا بنت عمي، الواد المسحور جبد زي اخواته ما قالوا. قلبي ما
مترمي والطير ينهش ويحوم، ولدي وعاين في دمعي في طريق الموت، وانا قلبي مترمي والطير ينهش ويحوم، راجد على كتاف شجيجك لا ارتعاش ولا صوت، اذبح رجابتي بيد تهوم تمن ما تهوم يا ولدي، بركب ورايحه بيك لاقدارك كتاف كأنها موج لفوق والتحت، أمانة ترحم أبوك يا وليدي من نارك، مين في الكتاف دي أقول لي روحك روحت يا ولدي يا ولدي. بالحبال، لكن الظاهر ان الحجر ما كانش مربوط زين، وبدل البحر ما يشده لتحت طلعهولي لفوق. عاوز اعرف ايه اللي حصل. قلنا لك اللي حصل. معلش، عاوز اسمع تاني. كنا عند مصر وقلنا له خد بالك يا مرعي، انت ما تعرفش تعوم، لا تشرق ولا تغرب. قال جعان طار جودي يجيب له بلح من نخل القبلية، وقعدت انا تحت النبقة، وحمد بعد حد يجيب غدا، ما غبناش عنه ولا دقيقة حد. سمعنا صرخته، الحقوني المسحور، قلنا يضحك طنشنا، صرخته زادت، طرنا عليه لقيناه طمص. قلنا المسحور جبد ووسطينا، محدش يقدر ينط في المصر، اغويت المسحور. عيل صغير انا عشان تقولوا لي المسحور؟ انا مزروع في البلد دي من 60 سنة، وعديت البحر من البر للبر عم اكتر من 100 مرة، عمري ما شفت مسحور. وصرخ قلت لك وقال الحقوني المسحور، يعني هو اللي قال مش احنا. امر الله يا بوي، يعني هنشوفوه في خطر ونسيبوه. لا يا ولدي، ما حدش يسيب اخوه، بس المسحور هو اللي ربطه بالحبال. يا بوي البحر مليان حبال ومسامير واحجار شبكوا فيه، ولو حواليه 1000 راجل يا حاج محدش يقدر يحوش قدر ربنا. صح، ومحدش شافه ساعة ما تزك زحلك. اتزك اتزحلك، محدش قال اتزك. المسحور اللي شبده ولا اتزحلك ولا حد زكه؟ الناس بره لازم اطلع له. وقف مكانك، ما قلتش حد يطلع. يقولوا للظابط انه اتزحلق،
وما لحقتهوش عشان ما بيعرفش يعوم. اطلعوا وردوا الباب علي. وبعدين يا محمد، لا قادر اصدقهم ولا قادر اكذبهم ولا قادر اصبر الصبر الجمد. استغفر الله العظيم. لسه ما لبستيش؟ البساه يا حاج. تلبسي احلى لبس عندك وتيجي انت وزهره تنوروا فرح بنتي. انت ما سمعتيش ولا ايه؟ فرح نواره يا بدره، ده انت رضعتيها، يعني بنتي. بنتي جوا. تعالي يا بنتي سلم على عمك. مش هتيجي فرح بنت عمك يا زهره؟ مبروك يا حاج، بس انت عارف لا لينا فرح ولا في عزايم، القلب صدق خلاص. ما كل واحد شايل كتير وماشي بحمله من غير ما يقول اي. حملك انت اضربيه وسيب الولاية حملها تغيلة. ولاية مين؟ مرت اخوي وبنتها؟ ما انتوا كمان على اكتافي من ضمن الحمل. بليه من على اكتافك ما دام مش حملك، ولما اخوك يرجع يبقى يشيل حمله. هو انا اللي قلت له يبعد؟ حجات دي يعلمها ربنا. يعني مش هتيجي؟ رجلي مش هتخطي برا البيت الفرح وزغاريد الا لما راجلي يرجع. اقول ايه البنت نواره؟ قول لها مرت عمك عتبرك لي، ولما عمك يرجع ان شاء الله عايزك بيتك ويبارك لك. خلاص يبقى بنتك تيجي. جدا معلش يا عم، اجيلها بعدين. بعدين مات نعزموا بعض على الجبابين لما نموتوا. مؤاخذه يا حاج، ما اقدرش اقول لك خشوا راجل بيت غايب بالاذن. لولا انك مره ومرت اخوي وبعد دم اللحمه طلع منك كنت رميتك براها على الطريق السريع على الاسفلت وخليت اللوادر تدوس عليك لحد ما تسويك بالارض. لكن المره اللي عايشه من غير راجل السنين دي كلها تعمل اكتر من كده. انا ما حدش يقول لي خش وما تخشش، وما حدش له بيوت يقفل بابها في وشي. الباب ده انا اللي مركبه بايدي، وانت خليك في ضرمك لحد ما تعميك بسوادها. على الحريم يا حاج.
لو اخوك هنا ما تعملش كده، خد عيشك ولحم داخل غيرنا. المرح والزينه يا حاج محمد يا ابو دياب، المرح والزينه يا خالد، المرح والزينه يا حاج محمد. بس بنتي وامها الله يرحمها كانت ضرتي صح، بس كانت حبيبتي. امال لو كنت على ذمته دلوقتي كنت عملت ايه؟ الحاج محمد يا حبيبتي راجلنا وابو عيالنا، على ذمته مش على ذمته هو ابو الولد. منده بطلي بس من الشباك لا يشوفك الحاج يطين عيشتي. ما تخافيش مش هيشوفني، انور بشيش. شوفوا المرة لساكي عبص علينا الشبابيك. والاخر يوم في عمري. قص عمرك يا مبهتنا عشمانه اياه. ويعني انت اللي مش عشمانه يا كامله. بس ياما لايميها. شوفوا مين جات. بدره وبنتها. دول ما يجوش لو القيامه جه. امال مين؟ ام كامل المهفوفه. عيب عيب يا منده، ده مهما كان مرته برضه. ربنا يستر وما تجيلهاش الحاله. والله ام كامل عجل مني. ما انت اللي جيتي بعديها وانت اللي دبتيها. بس طلع السلم. ازيكم عاملين ايه؟ الحمد لله. اهلا اهلا. ازيك يا منال؟ ربنا يخليك. ربنا يخليكي. ازيك يا كامل؟ اهلا يا حاج. ازيك نورتي المنظره. اتفضلي. قوم يا بنت انت وهي، وسع للحاج. فسي من هنا. اقعدي يا حبيبتي، اقعدي. يا سلام، ده المنظر نور. اهلا وسهلا. هو الحاج ابو دياب مش هنا؟ لا مش موجود. انت عايزه منه حاجه؟ لا مش عاوزه. انا اطمن عليه بس انه مش هنا. ازيك يا مرت ابويا؟ عامله ايه دلوى؟ تمام يا عروسة يا حلوة، مبروك. عايزة مية عشان العلاج. قومي يا بنت يا نور هاتي مية لمرت ابوكي. كويس انك جبتي العلاج معاكي. كامل الله يبارك له قال لي لازم تاخديه معاكي. دقيقة ادور عليه. ده مش في الشنطة، يبقى في البيت. إخس. جاب السرير جاب الدولاب. جاب السرير جاب الدولاب. جاب السرير جاب الدولاب. جاب السرير جاب الدولاب. جاب الغالي لحد الباب. جاب الغالي لحد الباب. Thank you.
عايزه اروح ندمولي ولدي. عايزه اروح. مالك يا حاج؟ تعال اهدي كده مال اهدي. عايزه اروح. الحاج محمد ابو دياب هيضربني. عايزه اروح يا ولاد. سمعت تخطيط؟ مناع مناع. نعم يا عم الحاج. انا مش قايل الحشاد دي مش النهارده، من ميت اللغم يبقى في النهار. يا عم الحاج انا قلت للوالدي ما يسهروش عشان يجوا الفرح. وليه تقول لهم يا والدي المجلع؟ بتاخد امرك مني ولا من امك؟ منك يا عم الحاج. طب غور. حاضر. دول مرتين، واحده منهم مش في الجبل. اروح انا يا حاج. روح يا ولد مناع، ابوك امك لحست مخه. وهتفرق ايه يا ابوي الليل من النهار؟ تفرق ان اللغم اللي شغالين بيه غير الديناميت اللي محددها الحكومه يا خواجه. ما يتفلكوا. اسكت يا جوده، وخد حماد شوف الضيوف اللي جايين. حاضر يا حاج. اهلا يا حاج. اتفضل. امك جت؟ جبتها من بدري. والعيال؟ حمزه والبنتين فوق ومروان هناك. ها تعال يا مروان. نعم يا جد. اهدى. سلام رجالة. حاضر يا جد. شنو بخط ولا لسه؟ لسه يا جد. اعمله بالقلم. معك فلوس؟ معايا يا جد. معك كام؟ اسألك معك كام تضحك؟ معك كام يا هاد؟ معايا كتير. معك كتير؟ طلعهم لي. كتير وخلاص. طب امسك. لا يا جد والله معايا. ما تبكاش يا ابوك. ابوك راسه شمالي. زعلان عشان ابوه. ابوك ما عرضاش ياخد مني فلوس، لكن انت تاخد. لا يا جد معايا. يا ادخل. حد يقول لي جد ولا؟ خد من جدك مروان. يا سلام. عشان ابوك قال لك؟ طب ايه رايك؟ انا ابو ابوك. الله يحرق. روح. قوم. تعال بيت. روحوا حبوا جدكم وقولوا له ازيك يا جد زي ما عمل مروان. يلا على طول روح. اشرب الليمون. كنت جايه حلوه ومنوره. اتحسدتي من يوم ما عرفتك وانت طيبه يا كامله. طب اشربي. مروان طلع لك مربيهم كلهم على الدباب. ما انا قلت له خد من جدك. ازيك يا جد؟ يا حبايبي. الله. كم بوس. تعال يلا هديكوا حلاوه الفرح. يلا خد. يلا. وانت يا حبيبي انت كمان. انت لازم زي بعض. شفت العيال الناصحين؟ امهاتهم شيعاتهم. اشرب. تفضل يا حاج. الف مبروك يا حاج محمد. الف مبروك. الله يبارك فيك يا ابو ذكري. عقبالك. ما خلاص عقبالي منين عاد؟ ليه؟ شطبت اياك؟ النور قطع ما فاضلش غير المايه يا حاج. ادعي لربنا ما تتقطعش. لو اتقطعت اشرب من البحر. مش انا جبت لودر زي بتاعكو بالظبط، اخوه بوركته من نفس الشركه. اها ورجع ادهولك. وياس تعال سلم. عارف مين ده؟ ياسر ولدي. نديد مرعي ولدك الله يرحمه باليوم. شايف كبر كي؟ كان معاه في المدرسة. الله يرحمه. ازيك يا عمي؟ ازيك يا ولدي. اتفضل مناع. اتفضل. هات يا مناع. Thank you.
على الشاشة هتفوق. على مرته تديها دول وتروح للمستشفى تفضل معاه لحد الصبح. المركز من غير مأمور وهيجيبوا مأمور جديد. مبروك يا حاج، أول يوم ليا النهارده. دورت المركز كله. تفضل تفضل. لا لا معلش، أنت لا تفضل معانا، عاوزينك شوية. نعم عارف أنت هتقول إيه ولمين. إهدى يا ولدي. تحت أمرك يا باشا، بس اشرب معانا القهوة وهطلع معاك إني أوصلك. زي ما أنت شايف الناس فرحانين، مسافة شرب القهوة مظبوطة طبعا. ماشي يا حاج، اتفضل. اتفضل يا باشا. قهوة مظبوط يا باشا. أو في البحر يا المأمور الجديد جاي يبارك. بدنا وزع من الفرسول، بدنا وزع من الفرسول. ما تخشوش إلا المأمور، ما تخشوش إلا المأمور. خليك مطرحي، مش هتأخر، راجع على طول. الله أعلم يا حاج. الله أعلم، ما قلناش حاجة، بس راجع على طول. تفضل. خير يا ولدي، حصل حاجة؟ خير يا حاج، اقعد مطرح. المأمور وعايز يستفسر من الحجة على حاجة. مالك؟ اقعد اقعد. وهات الدواء اللي وافي
يا بيه؟ أنا هنا اللي بسأل يا حاج مش أنت. وماله يا بيه؟ اسأل. تفجيرين ورا بعض، واحد في المحجر والتاني في البحر. وأنا مالي؟ أولاً المحجر محجري، ثانياً معايا تصريح. بالديناميت مش باللغم. طبعاً بالديناميت يا بيه، لو لقيت فتفوت اتلغم ليك الجول. والبحر؟ اسمه النيل، احنا عشان صعايده نقول عليه البحر، لكن سيادتك تقول النيل. كان نفسي في عشوه سمك. ومش عارف ان ده ممنوع عشان الثروه السمكيه؟ الثروه السمكيه على راسي من فوق، وكل واحد يعمل حاجه في البلد يبقنا. بعدين انا عندي فرح، وفي الافراح بنذبح عجول مش سمك. ومجاهد حمدان اللي تعور ودخل المستشفى. يا بيه مش هدخل بيوت الناس اقول لهم يولعوا البوتاجازات كيف؟ ولا هنبع الحريم يجيلوا الكانون ازاي؟ الراجل عندكم اسالوه. هنشوف يا حاج، هنشوف. ايوه يا باشا. مش كنت تقول يا باشا انكم حطيتوا مامور شديد حلو ما يعرفش حد؟ كنا قابلناه الاول وعرفناه على اهل البلد. ما انت عارف كلهم اولادي يا اولاد اخوي. في انتظارك في المندره. البير مامور؟ اه اتفضل. الو سعادة الباشا. طبعا طبعا يا فندم. انت عارف الحاج محمد ابو دياب وتاريخه ايه معانا؟ بلده طول عمرها معانا يا سيادة المأمور. يرجع الفرح فورا. تمام سعادتك، مع السلامة. مع السلامة يا بيه، انا اللي متصل، يبقى انا لك في المكالمة، مش دي الاصول؟ وتريني شمسة شتاء نعس عليها الغيم، أتريني شمسة شتاء نعس عليها الغيم يا ولدي. جرحك يشق قلب الجبل راح يطق، ضاقت علي الطرق ولدي قتل ولدي، حبس القلوب فيها سر، والسر لو طير يفر وسط الخلايق يقر، يسكت عشان ولدي السر منو الكون، وكل واحد له عاجل على مجنون، ضاع وسطهم ولدي، ضاع وسطهم ولدي، ضاع وسطهم ولدي. حجر الرحايا يا خال ملوش حبيب وعزول، اطحنها نساء ورجال وزي ما تقول قول، ما يوقفش متدوران علشان فلان وفلان، اتملى يا انسان وانت يا شاعر، ما يوقفش بالدوران علشان